بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وقد وصل الحديث في تفسير سورة البقرة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله إلى قول الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال الشيخ رحمه الله في تفسير هذه الآية: ولكم في القصاص حياة، أي تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء، لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل. وإذا روي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل به القتل. وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار. ونكر الحياة لإفادة التعظيم والتكثير، ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة، خصهم بالخطاب دون غيرهم. وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح لأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب الأرباب، وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون. وقوله لعلكم تتقون، فذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركها، فيستحق بذلك أن يكون من المتقين. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. وهذه الآية ختمت بها الآيات التي جاءت في مشروعية القصاص في سورة البقرة. قد تقدم في درس ماضي تفسير تلك الآيات التي في موضوع القصاص. هذه الآية التي ختمت بها آيات القصاص في سورة البقرة تضمنت بيان الحكمة العظيمة في مشروعية القصاص. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص في ظاهره إعدام وإماتة، فهو قتل لنفس، لكن الله جل وعلا جعله حياة، ولكم في القصاص حياة. وهذه العبارة في غاية الفصاحة والبلاغة، حيث جعل الشيء محل ضده وعرف القصاص ونكر الحياة، ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم أنواعا عظيمة. كيف كان القصاص الذي هو في الظاهر قتل وإعدام لشخص حياة؟ الشيخ رحمه الله ذكر أوجها تبين هذا المعنى. الوجه الأول قال: لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل. فهذا هو الوجه الأول، فمن حدثته نفسه بأن يقتل شخصا وعلم أنه سيقتل به فهذا سيردعه
عن الإقدام على القتل، فتحيا بذلك نفس من هم بقتله وتحيا بذلك نفسه. وبذلك كان القصاص ومشروعيته حياة. الأمر الثاني، قال الشيخ: وإذا رؤي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر. فرؤية القاتل وقد نفذ فيه حكم القصاص، والسماع بذلك وشيوع الخبر بذلك من أعظم الروادع والزواجر لكل من تسول لهم أنفسهم الإقدام على القتل بغير حق. وبهذا يكون القصاص حياة. هذان أمران ذكرهما الشيخ. هناك أمر ثالث ذكره غيره ولم يذكره رحمه الله، وهو أن من طبيعة النفوس حب التشفي والانتقام، فأهل المقتول وأولياؤه يكون عندهم بطبيعة الجبلة البشرية حب التشفي والانتقام من القاتل، فإذا لم يمكنوا من قتل قاتل وليهم فإن هذا سيؤدي إلى استشراء القتل، لأنهم سيحرصون على قتله فتمنعه قبيلته فيحصل اقتتال بين القبيلتين، وبدل أن تقتل نفس واحدة أجرمت يقتل جماعات من الناس. ولهذا قال الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. جعل الله عز وجل لولي المقتول سلطان على القاتل بالقصاص منه، وهذا يؤدي إلى عدم الإسراف في القتل وانتشاره، فليس لولي المقتول أن يقتل أحداً إلا القاتل فقط، إن شاء قتله وإن شاء عفى عنه وإن شاء أخذ الدية. وقد كان العرب في الجاهلية تحصل أحياناً المعارك العظيمة التي يموت فيها الألوف بسبب جريمة قتل واحدة، القاتل منعته قبيلته فحصل الاقتتال بين القبيلتين فقتل ألوف من الناس. وبهذا نعرف حكمة الباري جل وعلا عندما قال: ولكم في القصاص حياة. ولما كان القصاص في ظاهر الأمر إعدام، لكنه بحسب مصالحه ومآلاته حياة عظيمة، وأي حياة، جعل الله عز وجل هذا الخطاب لأولي الألباب: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ما المراد بأولي الألباب؟ اللب هو العقل الخالص من الشوائب، والمراد أصحاب العقول الزكية. وفيه حث على تدبر حكمة الباري في التشريع بالنظر إلى مآلات التشريعات الربانية دون قصر النظر على ظاهر الفعل أو التشريع، مع الغفلة عن المصالح العظيمة والمآلات. ولهذا قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، الذين تنفذ عقولهم إلى المصالح العظيمة في هذا التشريع الرباني وهو القصاص.
وقوله سبحانه لعلكم تتقون، الشيخ رحمه الله بيّن وجه كون شرعية القصاص يحصل بها تقوى. بعض الفقهاء بعض المفسرين قالوا لعلكم تتقون بهذا التشريع العدوان بالقتل، يعني بحيث أن هذا التشريع وهو القصاص حياة لكم تتقون به في مجتمعكم استشراء القتل في المجتمع. والشيخ رحمه الله كأنه ذهب إلى أن الأمر أعم من ذلك، ولهذا قال إن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركه، وهذا هو التقوى، لأن التقوى هي امتثال أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالآية الأولى. أحسن الله إليك. قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أي فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين إذا حضر أحدكم الموت، أي أسبابه كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك، وكان قد ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا، فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب، بل يرتبهم على القرب والحاجة. ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل، وقوله حقا على المتقين دل على وجوب ذلك، لأن الحق هو الثابت وقد جعله الله من موجبات التقوى. واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه يدل على التخصيص بذلك دليل. والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري، ثم إن الله تعالى قدر لوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملا، وبقي الحكم في من لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف. فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين، لأن كل من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظا واختلف المورد، فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، فإنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح. ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية لما يتوهمه أن من بعده قد يبدل ما وصى به، قال تعالى فمن بدله، أي الإيصاء للمذكورين وغيرهم، بعدما سمعه أي بعدما عقله وعرف طرقه وتنفيذه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وإلا فالموصي وقع أجره على الله، وإنما الإثم على المبدل المغير، وألا يجور في وصيته. عليم أي بنيته وعليم بعمل الموصى إليه، فإذا اجتهد الموصي وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو أخطأ. وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به مطلع على ما فعله، فليحذر من الله. هذا حكم الوصية العادلة. وأما الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل، وأن ينهاه عن الجور والجنف والميل بها عن خطأ من غير تعمد، والإثم هو التعمد لذلك، فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم ويتوصل بين الموصى لهم. الصواب لهم. أحسن الله إليك.
فينبغي له أن يصلح بين الموصى لهم ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم، فهذا قد فعل معروفا عظيما وليس عليه إثم كما على مبدل الوصية الجائزة. ولهذا قال: إن الله غفور، أي يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه، ومنه مغفرته لمن غض من نفسه وترك بعض حقه لأخيه، لأن من سامح سامحه الله. غفور لميتهم الجائر في وصيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضا لأجل براءة ذمته. رحيم بعباده حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون. فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية وعلى بيان من هي له، وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة والترغيب بالإصلاح في الوصية الجائرة. هاتان الآيتان الكريمتان جاءتا في موضوع الوصية، وهما آيتا الوصية في سورة البقرة. والوصية جاءت في القرآن في ثلاثة مواضع، جاء ذكر الوصية في القرآن في ثلاثة مواضع فحسب، في هذا الموضع وفي سورة النساء من بعد وصية، وفي سورة المائدة حين الوصية، والتي في البقرة الموضع الذي في البقرة هو أتم ما ذكرت فيه الوصية وأكمله كما ذكر القرطبي في تفسيره. هذه الآية الكريمة بقوله سبحانه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. كتب بمعنى فرض، وقوله سبحانه إذا حضر أحدكم الموت، الشيخ رحمه الله قال: أي أسبابه، كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك. فالمراد إذا حضر أحدكم الموت يعني أسباب الموت، كان يصاب الشخص بمرض موت، يعني مرض يموت الشخص منه عادة، أو يحضر أسباب المهالك كالتحام الصفين في القتال، أو وجود الحرائق التي يهلك بها الناس، أو ما أشبه ذلك. فمن حضره الموت بسبب من مثل هذه الأسباب فإنه مكتوب عليه الوصية. وليس المراد هو صورة الاحتضار فقط كما يتوهم بعض الناس، ليس المراد يعني من كان في سياق الموت وهو قد احتضر، وإنما المراد ما هو أعم من ذلك كما ذكر الشيخ، من أصابه سبب الموت. وأما المحتضر فهل تصح وصيته؟ إن كان في عقله ووعيه فوصيته صحيحة، وأما إذا كان المحتضر وهو الذي في سياق الموت قد غاب عقله أو وعيه أو حصل عنده اختلال، فالوصية حينئذ غير صحيحة، لأن الوصية تحتاج إلى عقل. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. الشيخ رحمه الله بيّن معنى قوله خيرا كما قال المفسرون: هو المال الكثير عرفا. فالمال الكثير عرفا يشرع لصاحبه أن يوصي، وهذا يخرج المال القليل، فإن المال القليل لا يحتمل الوصية. أما إذا كان المال كثيرا عرفا فهو يحتمل الوصية، فالوصية حينئذ مشروعة.
قال: فإذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هذا الجزء من الآية بين مصرف الوصية التي دلت الآية على وجوبها، فمصرفها للوالدين وهما الأب والأم والأقربين وهم الأقارب، لكن التعبير بالأقربين بأفعل التفضيل يدل على أنه يقدم منهم الأقرب فالأقرب في الإيصاء. وقوله سبحانه بالمعروف، الشيخ رحمه الله بين معنى بالمعروف، قال: على قدر حاله، يعني على قدر حال الموصي. فنحن قلنا إن الوصية مشروعة في من كان ماله يحتبل الوصية وهو الخير، لكن بماذا يوصي؟ ما القدر الذي يوصي به؟ هذا يختلف على حسب قدر حاله من غير إسراف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب، لأن الله عز وجل قال: والأقربين، بل يرتبهم باعتبارين ذكرهما الشيخ. الاعتبار الأول القرب، وكلما كان القريب أكثر قربا كان أولى بالوصية. الاعتبار الثاني الحاجة، وكلما كان أحوج كان أولى بالوصية. وفي قوله سبحانه حقا على المتقين، وهذا الذي ختمت به الآية الأولى في الوصية، ما يدل على وجوب هذه الوصية، لأن الحق كما ذكر الشيخ رحمه الله هو الثابت، وقد جعله الله من موجبات التقوى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله موقف العلماء والمفسرين وآراءهم حول هذه الآية من حيث الحكم الذي تضمنته. هل هذا الحكم الذي تضمنته، طبعا هذه الآية كما بينت تضمنت وجوب الوصية للوالدين والأقربين، هل هذا الحكم ثابت وباقي أم هو حكم منسوخ؟ ذكر الشيخ رحمه الله القول الأول وعزاه لجمهور المفسرين، وهو أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث. إذن هذا هو القول الأول، وهو أن هذه الآية منسوخة، حكمها منسوخ. ما الناسخ لها؟ هو آيات المواريث التي بيّنت نصيب الوالدين ونصيب الأقربين وحددته، مع قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع يقول: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وحسنه الإمام أحمد وغيره. فهذا الحديث فيه بيان أن الآيات التي بيّنت المواريث في سورة النساء أعطي فيها كل ذي حق حقه، وبالتالي لا وصية لوارث، لأن الوالدين من الورثة، والآية هنا تفرض لهم وصية مع أنهم من الورثة، والأقربين فيهم من يرث وفيهم من لا يرث. فبين هذا الحديث
مع الآيات التي في سورة النساء أن هذا الحكم منسوخ، فقد أعطى الله عز وجل في آيات المواريث كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وهذا هو قول جمهور الفقهاء وجمهور المفسرين، إلا أنهم يقولون إن حكم الإيصاء للأقربين غير الوارثين مندوب، فيندب يعني يستحب من غير إيجاب الإيصاء للوالدين والأقربين غير الوارثين، هذا على القول الأول الذي هو مذهب الجمهور. قد يقول قائل: وهل يمكن أن يكون الوالدان غير وارثين؟ أنا أسألكم الآن، هل يمكن أن يحجب الوالدان؟ نعم تفضل. نعم أحسنت، يعني قد يوجد الوالدان لا يحجبان، لكن قد يوجد فيهما مانع من موانع الإرث، فقد يكون الوالد أو الوالدة كافرا ولا يرث الكافر المسلم، فتبقى على ما قرره جمهور الفقهاء استحباب الإيصاء للوالد الكافر. وقد يكون الوالد عبدا رقيقا، وقد يكون كما ذكر الأخ قاتلا، فالوصية مشروعة ندبا للوالدين والأقربين غير الوارثين. أما الأقربين فالأمر بين، إنه ليس كل الأقارب يرثون، فمن الأقارب من يرث شرعا ومنهم من لا يرث. هذا هو تقرير مذهب الجمهور. الشيخ رحمه الله بعد أن قرر مذهب الجمهور ذكر قولين آخرين، قال رحمه الله: وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل. يعني القول الثاني يقولون أن هذه الآية هي حكمها باقي، لكنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، وأما الوالد أو الوالدة الوارثين الوارثين والأقربين الأقربون الوارثون فهؤلاء قد أعطاهم الله عز وجل حقوقهم حسب ما فصله سبحانه في آيات المواريث. وكان الشيخ يعني أشار إلى انتقاد هذا القول بقوله: مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل. ثم ذكر الشيخ القول الثالث ومال إليه واستحسنه، قال: والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري، ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملاً، وبقي الحكم في من لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره. هذا هو القول الثالث، وكان الشيخ رحمه الله استحسنه ومال إليه. والفرق بينه وبين القول الثاني أن القول الثاني يقولون إن هذه الآية مخصوصة في الوالدين
والأقربين غير الوارثين. بينما القول الثالث يقول إنها مجملة بيّنتها آيات المواريث، فبيّنت أن الحق للوارثين محدد شرعاً، وبقي من لم يحدد نصيبه شرعاً تشرع الوصية له. والذي يستفاد من هذا أنه من حيث الثمرة العملية فعلى كلا القولين الأخيرين الوصية واجبة للوالدين غير الوارثين غير الوارثين وللأقربين غير الوارثين، بينما على مذهب الجمهور هي على الندب والاستحباب. والذي اختاره ابن كثير وغيره من المحققين وعليه أكثر المفسرين كما يقول ابن كثير وعليه المعتبرون من الفقهاء كما يعبر ابن كثير هو القول الأول. القول الأول هو المعتمد عند عامة الفقهاء وعامة المفسرين، وقد بينت وجهه فيما مضى وهو وجه قوي ظاهر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك ما يتعلق بتفسير الآية التي بعدها، وهي قوله سبحانه فمن بدله بعدما سمعه. يعني الخلاصة الآن حتى نخرج بشيء واضح بين أن الأرجح إن شاء الله تعالى هو مذهب الجمهور، وهو أن الوصية مشروعة استحبابا لا وجوبا للوالدين غير الوارثين وللأقربين غير الوارثين. وهذا قد يحصل أحيانا، فمثلا نفرض أن شخصا عنده أبناء ذكور ومتزوجون ولهم أولاد، أحدهم مات في حياته أبناء هذا الميت لا يرثون من جدهم شيئا، فمن المشروع الإيصاء له استحبابا لا وجوبا، أسوة بما ناله أعمامه. فهذا مما نستفيده، يعني من الأمثلة التي نستفيدها تطبيقا على مذهب جمهور الفقهاء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الآية الثانية وهي قوله فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وهذه الآية الثانية من الآيات الواردة في الوصية. هذه الآية تضمنت التحذير من تبديل الوصية. قال تعالى فمن بدله، يعني بدل الإيصاء للمذكورين أو غيرهم بعدما سمعه، أي عقله وعرف الوصية وعرف الموصى له وعرف قدر الموصى به، لكنه بدل في ذلك وغير، فهذا التبديل وذلك التغيير سبب في الإثم، وهو أمر محرم لا يجوز. ولهذا قال فإنما إثمه على الذين يبدلونه، حصر الإثم، إنما أداة حصر تفيد حصر الإثم على المبدل، وأما الموصي
فقد وقع أجره على الله، لأنه أوصى وصية شرعية متقيدة بالحدود الشرعية، لكن هذا الذي نقل وصيته بدل فيها وغير، فعليه الإثم وحده وليس على الموصي إثم في ذلك. وقوله سبحانه بعدما سمعه، الوعيد هذا يدخل فيه المبدل للمكتوب كما يدخل فيه المبدل للوصية المسموعة، لأن الوصية قد تكون كتابة وقد تكون سماعا، فقد يوصي الشخص في حياته مشافهة لمن يحضره، وقد يكتب وصيته كتابة. فإثم التبديل واقع في كلتا الصورتين، لكن الله عز وجل ذكر السماع. ومما يمكن أن يقال ويلتمس والله أعلم أن النص على السماع لأن التبديل في السماع أكثر وأيسر على أهل الأهواء، لأن الكتابة من شأنها الثبات وأن يعرف خط الكاتب ومن أن يشهد الكاتب على كتابه، لكن التبديل في السماع على أهل الأهواء أيسر وهو في الناس أكثر، فلعل النص على السماع لهذا المغزى، وإن كان التبديل إثم سواء كان لمسموع لوصية مسموعة أو لوصية مكتوبة. ختم الله عز وجل هذا البيان بقوله إن الله سميع عليم. الشيخ رحمه الله بين حكمة في ختم هذا الحكم بهذين الاسمين الكريمين من أسماء الله تعالى. فالله عز وجل سميع يسمع كل الأصوات، ومن ذلك سماعه لمقالة الموصي ولوصيته، وهذا يحمل الموصي على أن يراقب الله عز وجل فيما يوصي به، فلا يوصي إلا بالمعروف وبما يوافق الشرع، وأيضا على السامع للموصي الناقل للوصية أن يعلم أن الله عز وجل سميع لما أوصى به الموصي، عليم بما بدل وغير، فليتق الله ربه، فإنه إن بدل وغير وقع في الإثم. ولهذا قال إن الله سميع عليم. ولهذا قال الشيخ وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل. الموصى إليه هو الذي ينفذ الوصية، فعندنا في الوصية موصي وهو الشخص الذي يوصي بشيء من ماله لزيد مثلا، فإذا أوصى عمرو لزيد بألف ريال، والذي يتولى الوصية خالد، فعمر موصي هو الذي أوصى، وزيد موصى له، والذي يتولى الوصية هذا يقال له موصى إليه ويسمى وصيا، فيقال هو وصي ويقال هو موصى إليه. فالموصى إليه وهو الذي ينفذ الوصية عليه أيضا أن يتقي الله عز وجل وأن ينفذها كما سمعها وكما أوصى بها الموصي من غير تبديل ولا تغيير، فإن الله عز وجل سميع عليم. ثم قال الله عز وجل في الآية الثالثة من آيات الوصية:
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الله عز وجل بيّن في الآية التي قبلها أن المبدل والمغير للوصية الجائزة المشروعة آثم. بيّن هنا أن هذا التبديل والتغيير ليس إثما في جميع الأحوال، فالوصية إذا كانت جائرة ظالمة متعدية لحدود الشرع يجب أن توضع وتبدل بحيث تكون على وجه الشرع، وليس في ذلك إثم، لأن هذا تبديل بالعدل وليس بالهوى، فهو موافق للشرع. فمن أوصى مثلا بأكثر من ثلث ماله، والفقهاء كما تعلمون وهو ما دلت عليه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، كما أن الوصية لا تجوز لوارث كما مر معنا في الحديث لا وصية لوارث. فمن أوصى لوارث فهذه وصية جائرة، إذا لم يجزها الورثة يجب أن ترد وتوضع على الوجه المشروع. كذلك لو أوصى بأكثر من الثلث فهذه وصية أيضا متعدية لحدود الشرع، إذا لم يجزها الورثة فإن للموصى إليه وهو الوصي أن يقيمها على حدود الشرع فينفذها في حدود الثلث فقط، وإن كان الموصي أوصى بالنصف أو ما هو أكثر من الثلث وهذا لا إثم فيه. ولهذا قال الله عز وجل فمن خاف من موص جنفا أو إثما، ذكر الله عز وجل أمرين الجنف والإثم. الشيخ رحمه الله بيّن المراد بهما، قال والجنف هو الميل بها عن خطأ من غير تعمد، لأن أصل الجنف هو الميل، فالمائل بالوصية خطأ من غير أن يتعمد هذا يوصف بأنه أجنف في وصيته أو ارتكب جنفا في وصيته، وأما الإثم فهو التعمد لذلك، الذي تعمد الخطأ هذا هو الآثم. من خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. الشيخ رحمه الله بيّن طريقة الإصلاح، ما هي طريقة الإصلاح المشروعة للوصية الجائرة المخالفة للشرع والتي أشارت الآية إلى أنها مشروعة لا إثم فيها؟ قال الشيخ رحمه الله فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل وأن ينهاه عن الجور والجنف. إذن هذه الخطوة الأولى، فمن حضر الموصي وسمعه يوصي بما هو مخالف للشرع فينبغي له أن ينهاه ويبين له حكم الشرع ويحذره من مغبة الإثم والجور في الوصية، وهذا من الإصلاح المأمور به شرعا. قال الشيخ فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصى له ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة، فيصلح بين الموصى لهم وبين الورثة
بأن يقيم الوصية على سنن الشرع وعلى الوجه الموافق للشرع. ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: إن الله غفور رحيم. وهذا الختم له مغزى أشار إليه الشيخ رحمه الله. الله عز وجل يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه، ومن ذلك مغفرته لمن غض من نفسه وترك بعض حقه لأخيه. فهذا حث للورثة وللموصى لهم على التسامح فيما بينهم في تنفيذ الوصية وفي تعديلها وحملها على الوجه الصحيح، كما أن الله عز وجل أيضا غفور لميتهم الجائر في وصيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضا من أجل أن يبرئوا ذمة الميت، فيتسامحون فيما بينهم ويتراضون فيما بينهم على ما يصلح به حالهم وتبرأ به ذمة ميتهم، فيغفر الله عز وجل لهم ويغفر لميتهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض الفوائد في هذه الآية، قال: فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية، وقد ذكرت لكم أنها مندوبة للوالدين والوارثين غير للوالدين والأقربين غير الوارثين. والفائدة الثانية على بيان من هي له، فأولى الناس بالوصية هم الأقارب كما دلت على ذلك الآية. وإن كانت الوصية جائزة في جميع أوجه الخير، لكن الآية تدل على أن أولى الناس بالوصية هم الأقارب. وقد تقدم أن الأقارب كلما كانوا أقرب وكلما كانوا أحوج بهذين الوصفين كانت الوصية لهم آكد. أيضا تضمنت وعيد المبدل للوصية العادلة والترغيب في إصلاح الوصية الجائرة، وهذا ما تقدم الحديث فيه. أحسن الله إليك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يخبر تعالى بما من الله به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان،
فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات، أي قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسهيلا آخر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطر. ولما كان لابد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. وفي قوله فعدة من أيام فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. وقوله وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقون الصيام، فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين. وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام، وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم، درجهم الرب الحكيم بأسهل الطريق، وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم. ولهذا قال: وأن تصوموا خير لكم، ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق، وغير المطيق يفطر ويقضي في أيام أخر. وقيل وعلى الذين يطيقون، أي يتكلفونه ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير، فدية عن كل يوم مسكين. وهذا هو الصحيح. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي الصوم المفروض عليكم، هو شهر رمضان، الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال، وأهل السعادة وأهل الشقاوة، فحقيق بشهر هذا فضله. وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام. فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى بتخصيصه قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر. ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة، أعاد الرخصة للمريض والمسافر ألا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة، فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أبلغ تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به من عباده في غاية السهولة في أصله ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. وهذه جملة لا يمكن تفصيلها لأن تفاصيلها جميع الشرعيات، ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات، ولتكمل العدة. وهذا والله أعلم لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه، دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته، ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده، وبالتكبير عند انقضائه، ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد. هذه الآيات الكريمات هي آيات الصيام في سورة البقرة، وقد استهلت هذه الآيات الكريمات بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية جاء فيها الخطاب للمؤمنين بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وهذا الخطاب بوصف الإيمان لأن الإيمان يوجب الامتثال، والصوم هو عبادة فيها مشقة،
على النفوس، لكن إيمانكم يوجب لكم أن تمتثلوا أمر ربكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. كما أن من مغازي الخطاب باسم الإيمان أن الله عز وجل الذي أنعم عليكم بالإيمان وبالقرآن من حقه عليكم أن تشكروه، وشكره جل وعلا بامتثال أمره واجتناب ما نهى عنه، وقد أمركم بالصيام وفرضه عليكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ثم قال جل وعلا: كما كتب على الذين من قبلكم، يعني هذا الصيام ليس بدعا من التشريع لهذه الأمة، بل كان موجودا ومشروعا في الأمم السابقة، وأنتم خير أمة أخرجت للناس، فأنتم أولى بهذا الخير العظيم في الصيام، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذه أو هذا الجزء من الآية فيه نوع من التسلية للمؤمنين، لأن الصيام كما تقدم عبادة فيها مشقة وهي ثقيلة على النفوس، لأن فيها منع للنفس من شهواتها. فبين الله عز وجل أن هذا التشريع لحكم عظيمة ولخير عظيم، هذه الأمة هي أولى الأمم به، وإذا كان قد فرض على الأمم السابقة فأنتم خير أمة أولى بهذا الخير العظيم. ثم بين جل وعلا في آخر هذه الآية حكمة في مشروعية الصيام بقوله: لعلكم تتقون. الشيخ رحمه الله بين أن هذا الختم يبين أن الصيام من أسباب تحصيل التقوى، فهو سبب في تحصيل هذه الدرجة العالية وهي درجة التقوى. ولهذا ينبغي لكل صائم أن يكون من مقاصده في الصيام أن يوصل نفسه بهذا الصيام إلى مرتبة التقوى. ما الذي يحملك على الاهتمام بتحصيل التقوى؟ كل إنسان في هذه الدنيا إنما ينشد ويطلب السعادة والراحة، ولن يحصل على السعادة والراحة في الدنيا ولا في الآخرة إلا عن طريق التقوى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والجنة وهي نعيم الآخرة، يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن فكل ما ينشده الإنسان من راحة ولذة في الدنيا والآخرة يحصل عليه بالتقوى. من معاني الإيمان التي تضمنها الصوم وهي موصلة إلى التقوى أن الصوم يتضمن مراقبة الله عز وجل وخشيته
لأن الصائم يخلو بمشتهيات نفسه من الطعام والشراب وغيره، فلا يمنعه من أخذها والنفس تشتهيها، إلا أنه يستحضر مراقبة ربه ويخاف ربه ويخشاه. فإذا كان الصائم كذلك في صيامه فليجعل خشية الله عز وجل ومراقبته هي ديدنه في كل ما يأتي وما يذر، وبذلك يصل إلى درجة التقوى. من المعاني أيضا التي يؤسسها الصيام في النفوس وتوصل بإذن الله إلى التقوى معنى الإخلاص واحتساب الثواب عند الله عز وجل. فالصائم عندما يمتنع عن مشتهيات نفسه إنما يتركها من أجل الله عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وهذا يؤسس في النفس معنى الإخلاص. ومن المعاني التي اختص بها الصيام ويتجلى بها الإخلاص أن الصيام سر بين العبد وبين ربه. لماذا؟ لأنه عبادة خفية، فكل عبادة تفعلها إذا رآك الناس وأنت تفعلها علموا بها إلا الصيام. فقد يكون بين الناس في غير رمضان صائم ولا أحد يعرف أنه صائم، إذن فهو عبادة سر بين العبد وبين ربه، يتجلى فيه الإخلاص لله عز وجل. ومن مدرسة الصوم ينبغي لك أن يكون الإخلاص واحتساب الأجر والثواب هو شأنك في كل ما تقوم به من طاعة وعمل لله عز وجل. ومن المعاني أيضا التي يتضمنها الصيام وتؤسس التقوى في القلب الصبر. الصيام يتضمن الصبر على طاعة الله بالكف عن ما حرم الله على الصيام، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله ما يقدره الله من الجوع والعطش والحر الذي يتألم به الصائم. كل هذا يصبر عليه العبد من أجل الله وفي الله. ومن مدرسة الصيام ينبغي للعبد أن يتحلى بالصبر في سائر شؤونه، فيكون بذلك واصلا إلى درجة التقوى. ولهذا قال الله عز وجل في آخر الآية: لعلهم يتقون. والشيخ رحمه الله ذكر معاني أخرى أيضا، منها أن الصائم تكثر طاعاته والطاعات من خصال التقوى، ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف تسلط الشيطان على الإنسان، وهذا أيضا من أسباب تحصيل التقوى بإذن الله عز وجل. لعلنا نكتفي بهذا القدر في تفسير ما تيسر من آيات الصيام في سورة البقرة، وإكمالها إن شاء الله يكون في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا تدبر كتابك والاتعاظ بآياتك، وأن تجعلنا من أهل القرآن العاملين به المتدبرين له. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.